لعل من أكبر معضلات العالم الإسلامي اليوم إلا قليل من الدول هو مشكلة التعليم، والسبب أن الدول الإسلامية تسجل بدرجات متقاربة الحالة الآتية: إنفاق مرتفع وتحصيل ضعيف. والسبب يعود في رأيي إلى أن المدرسة بالطريقة التي نستهلكها في العالم الإسلامي هي مدرسة مستوردة ومقلدة إلى حد بعيد، والتقليد دائما يؤدي إلى نتائج متواضعة إن لم تكن سلبية. كان عندنا الكتاب القرآني، فكان الطفل يحفظ القرآن الكريم بكلفة رمزية جدا، ويترقى أداؤه اللغوي وتمكنه المعجمي، لأن القرآن الكريم يزوده بخمسين ألف كلمة، مقابل أن التعليم العصري بالطرق الأوروبية يزوده بثلاثة آلاف كلمة، فيطلع الولد وعنده فقر كبير في القاموس. ثم في مستوى ثاني تفرض عليه لغة أجنبية، ويفرض عليه ليس فقط تعلمها وإنما التعلم بها، في عملية خلط فظيع بين تدريس اللغات ولغات التدريس، وهما موضوعان مختلفان. ثالثا، المدرسة عندنا فقدت بعدها التربوي وبقي فيها البعد التعليمي، والبعد التعليمي فقد بعده التأملي وبقي البعد التلقيني. فالمدرسة تلقينية غير تأملية. أحسن من شرح الفرق بينهما علي عزة بيغوفيتش في فصل بعنوان التعليم والتأمل، قال: التعليم يوصل إلى المعلومة، والتأمل يوصل إلى الحكمة. التعليم يعلمك السيطرة على العالم، والحكمة تعلمك التكيف مع العالم. التعليم يوصلك إلى حرفة، والحكمة توصلك إلى نمط عيش ناجح. ولهذا تعليمنا يعاني من كثرة الهدر المدرسي، أي مغادرة التلاميذ مبكراً للسنوات الدراسية، يعاني من ارتفاع الإنفاق وضعف المحصول، يعاني من سوء صلة بالسوق، سوق الشغل، بحيث تعليمنا لا يفضي إلى سوق الشغل. والسبب أيضاً هو أن التكوين المهني، أي التأهيل على الحرف، ضعف عندنا، رغم أنه كان عندنا قديماً ما يسمى الأصناف وهي النقابات القديمة، وكان فيها نظام تأهيل تطبيقي للحرف، واليوم ضاع كل هذا. التعليم في العالم الثالث مربوط بمناهج مستوردة يصعب على الطالب استيعابها وفهمها والتكيف معها، ويصعب إيجاد مخرجات لها مباشرة في سوق الشغل. والدول التي فازت في العالم الإسلامي في مجال التعليم هي الدول التي أعطت للغة الوطنية المكانة الأولى، هي التي أحيت الكتاب القرآني، هي التي طورت التعليم الحرفي الذي نسميه نحن في المغرب التكوين المهني، هي التي سمحت بالإبداع بمناهج ونظريات تربوية صاغها علماء تربية، جمعوا بين التكوين التقليدي وبين التكوين العصري. نريد مشرف تربوي في كل وزارة تعليم في العالم الإسلامي مثل ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله، مستوعب نظريات التربية عند ماسكوي والغزالي، ومستوعب نظريات التربية عند بياجي وفيرغسون. بدون هؤلاء لا نستطيع أن نتقدم إلى الأمام، وستصبح قضية التعليم قريبا قضية مفصلية في النهضة، لأن مخرجات التعليم تصب مباشرة في النمو وفي التصنيف على سلم التنمية وفي الدخل القومي وفي الناتج القومي الخام وفي تصنيف الدول في ما يتعلق بالتنمية البشرية.